ماذا تعرف عن أرامكو؟ هي شركة طاقة سعودية تتولى إدارة احتياطي نفطي مؤكد يبلغ 260 مليار برميل، وآخر من الغاز الطبيعي يقدر ب 288 تريليون قدم مكعب، وتعتبر كبرى الشركات المصدرة للنفط في العالم. تعود بداية صناعة النفط في السعودية إلى ثلاثينيات القرن العشرين، ففي 29 من ماي 1933 وقعت اتفاقية امتياز للتنقيب عن البترول بين الحكومة السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا سوكال. وفي 8 من نوفمبر من العام نفسه أنشئت شركة تابعة لسوكال، هي شركة كاليفورنيا أرابيان ستاندرد أويل كامباني كاسوك باختصار، لإدارة الامتياز. وفي 31 جانفي 1944 تغير اسم شركة كاسوك إلى شركة الزيت العربية الأمريكية، التي أصبحت تعرف اختصارا بأرامكو. يقع المقر الرئيسي لأرامكو في مدينة الظهران السعودية، ولها مكاتب في أنحاء البلاد، وتملك الشركات التابعة لأرامكو مكاتب في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. في 4 من مارس من سنة 1938 بدأت بئر الدمام رقم 7 إنتاج 1,585 برميل يوميا على عمق 1.5 كيلومتر. في ماي 1939 احتفلت السعودية بتصدير أول شحنة من النفط الخام انطلاقا من ميناء رأس تنورة على ساحل الخليج العربي. في سنة 1949 بلغ إنتاج أرامكو من النفط الخام ما معدله 500 ألف برميل يوميا. في سنة 1950 اكتمل خط الأنابيب عبر البلاد العربية بطول 1212 كيلومتر، ليكون بذلك أطول خط أنابيب في العالم. وقد ربط الخط شرقي السعودية بالبحر الأبيض المتوسط، فاختصر وقت وكلفة تصدير النفط إلى أوروبا. وظل هذا الخط، أي خط الأنابيب عبر البلاد العربية، يعمل حتى سنة 1983. في سنة 1952 قررت إدارة أرامكو نقل مقر الشركة من نيويورك إلى الظهران في السعودية. في ماي 1954 تجاوز إنتاج الشركة من النفط مليون برميل يوميا للمرة الأولى. في 20 من ماي من سنة 1959 انتخب أول سعوديين عبد الله الطريقي وحافظ وهب ليكونا عضوين في مجلس إدارة أرامكو. سنة 1961 بدأت الشركة تحميل أول شحنة من غاز البترول المسال على إحدى الناقلات في رأس تنورة. 1965 عين ظافر الحسيني مديرا لإدارة توزيع المنتجات في الظهران، فأصبح بذلك أول سعودي يتولى منصب إداري في أرامكو. في سنة 1968 أصبحت أرامكو أول شركة تنتج مليار برميل من الزيت الخام سنويا. 1973 اشترت الحكومة السعودية حصة في أرامكو بلغت 25%، ثم رفعتها إلى 60% سنة 1974. وفي 1980 أكملت ملكيتها للشركة بنسبة 100%، وبأثر رجعي من الناحية المالية يعود إلى سنة 1976. نهاية 1990 وصل متوسط إنتاج أرامكو اليومي إلى مستوى 8.5 مليون برميل يوميا، بعد أن كان 5.4 مليون برميل يوميا خلال شهر جويلية من نفس السنة. في سنة 2009 أنجزت الشركة مشروع زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 12 مليون برميل يوميا، أي نحو 15% من إجمالي الطلب العالمي على الزيت. الهيكلة. باعتبار أرامكو السعودية شركة مملوكة للحكومة السعودية، فإنها ظلت تتبع وزارة النفط وتستمد سياساتها من المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاسة ملك البلاد، الذي يتولى وضع السياسات والأهداف العليا للشركة. في 1 من ماي 2015 فصلت الشركة إداريا عن وزارة النفط، وحل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وأنشئ مكانه المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية، التي يتألف بحسب نظامه التأسيسي من 10 أعضاء، من بينهم 5 من أعضاء مجلس الإدارة. ويرأس المجلس الجديد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي اتخذ قرار إعادة هيكلة الشركة
وقال المجلس إن هذا التغيير من شأنه إعطاء المزيد من الاستقلال لأرامكو باعتبارها كبرى الشركات المصدرة للنفط في العالم، وتصف نفسها بأنها المصدر الأوثق للطاقة في العالم. وقد درجت أرامكو على تقسيم أعمالها إلى قطاعات عمل رئيسية يرأس كل منها عضو في الإدارة العليا للشركة. الإنتاج. تتفوق شركة أرامكو على كل الشركات النفطية الأخرى من حيث احتياطاتها من النفط الخام البالغة 265 مليار برميل، أو أكثر من 15% من كل الاحتياطات النفطية العالمية. وتنتج الشركة أحيانا أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، وصل معدل إنتاجها اليومي في سنة 2013 إلى 9.4 مليون برميل يوميا، أو أكثر من 3 أمثال ما تنتجه أكبر شركة نفط مدرجة في العالم، وهي إكسون موبيل الأمريكية، وتبلغ حصتها من الطاقة التكريرية 2.5 مليون برميل يوميا فقط. وقد بلغ إجمالي إنتاجها النفطي 3.4 مليار برميل، وهو ما يمثل برميلا من كل 8 براميل نفط خام تنتج في سوق الطاقة العالمية يوميا، وهي أكبر كمية تنتجها الشركة في سنة واحدة عبر تاريخها، وتتجه نسبة 53.8% من هذا الإنتاج اليومي إلى منطقة الشرق الأقصى. وتتولى الشركة الإشراف على احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ نحو 288 تريليون قدم مكعب. في سنة 2013 بلغ إنتاجها السنوي من الغاز الخام والغاز المسال إلى المعامل 4 تريليون قدم مكعب. وتملك أرامكو والشركات التابعة لها أو تشارك في ملكية بعض المصافي المحلية والدولية التي تبلغ طاقتها التكريرية الإجمالية نحو 4.9 مليون برميل يوميا، وتبلغ حصة الشركة من هذه الطاقة التكريرية 2.6 مليون برميل في اليوم، الأمر الذي يجعلها سادس أكبر شركة في مجال التكرير عالميا. في سنة 2013 زادت أرامكو إنتاجها من المنتجات المكررة إلى 494 مليون برميل، كما زادت صادراتها من المنتجات المكررة لتصل إلى 121 مليون برميل. وتصف أرامكو نفسها بأنها المنتج الوحيد الذي يمتلك طاقة إنتاجية احتياطية للزيت الخام، وهو ما يمكنها من تعويض أي نقص في الإنتاج النفطي العالمي وبشكل سريع. تقول الشركة إنها تكتشف في المتوسط احتياطيات ثابتة جديدة كل عام تعادل كمية الزيت الخام المنتجة على الأقل، وتتوقع أن تتمكن من الحفاظ على هذا النمط لعقود عديدة حتى في ظل الزيادات المتوقعة في الطلب العالمي والمقدرة بنسبة 40% بحلول عام 2030. الموارد البشرية والمالية. يعمل في شركة أرامكو نحو 62 ألف موظف، من بينهم 1000 امرأة، 560 منهن حاصلات على شهادات جامعية، وقد شغلن وظائف مختلفة بين مهندسات بترول وممرضات. وحسب رويترز، فإنه لو طرحت أسهم أرامكو للتداول العام لأصبحت على الأرجح أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار، وربما أكثر من ذلك.